مين احسن لعيب في مصر دلوقتي بس يكون بيلعب جوه مصر؟ احسن لعيب في مصر دلوقتي حاليا انا بشوف صعب قوي كده الاختيار. لا ما انا اللعيبه كلها زي بعض. طب اسالك سؤال تاني، يعني انا بكلمك ليه كده؟ اللعيبه كلها زي بعض. كلها زي بعض؟ والله كلها زي بعض، مش حد بيفرق. انت عارفه ايه في حاجه لما انت بتتفرج على ماتش النهارده متوقع انت شايف واحد نجم، يبقى انت متوقع ان هو النجم ان هو يبقى احسن لعيب في المباراه. طب انا عايز اسالك على صحيح، نعم، تقول ايه لابو جبل بعد ظهوره في الاعلام دلوقتي؟ بعد لا مش كويس خالص، بعد نجمه بقى ما شاء الله في السنه. لا حصل ايه؟ يرب هبوط. طبعا ما هو ده الاحتراف، ده البروفيشنال. هل عشان دخل موضوعاته او اموره الشخصيه لا في البرامج ولا عشان ظهوره اصلا في الاعلام؟ غلط، البدايه كلها غلط. ما هو ده الاحتراف، ده البروفيشنال. البروفيشنال انت ايه، لعيب محترف بتاع الحاجات دي كلها، انت على قد خلاص الحدث خلص بتاع امم افريقيه، خلاص الموضوع خلص، هطلع ليه؟ هو في حد لعيب طلع تاني يتكلم؟ طب نصيحتك ليه ايه؟ مفيش كلام اصلا، الكلام ده مجرد ان ده حصل ايه، دروب حصل ايه، خلاص كلام كتير ان ابو جبل مش مركز، ابو جبل خلاص في مشاكل عنده، ابتدى ايه الناس تعرف مشاكله ولا حاجه. يمكن فرح بالشهره، وبعدين ممكن ما بقاش متواجد على فكره منتخب مصر، ممكن شيء ما بلعبش بسبب الحاجات دي كلها برضو، ما ده غلط. انا قلت لك زي ما قلت لك ايه، لعيب الكوره رقم واحد ايه؟ الالتزام والحرمان من حاجات كتير قوي. الالتزام والحرمان عشان يطول عشان ينجح. طب انا عايز اختم الحلقه. طيب وما خدتش اجابتي. طيب مين احسن لعيب في مصر دلوقتي؟ ما بقول لك كلهم. لا انا عايز اسم واحد اللي هو محافظ على مستواه ومؤثر مع فرقته، مين؟ هو صعب والله، انا شايف ليه صعب ليه؟ والله شايف كله زي بعض. طب تقول اسمين؟ اقول اسمين عشان ترضي يعني مثلا إيه، يعني مثلا عشان ما يمسكش عليك يعني ان انت اهلي. يعني مثلا حاليا اقول عمرو السولية. عمرو السولية اثنين. عمرو السولية اهلي. الزمالك بقى. الزمالك. طيب قال لك الزمالك نورز الاهلي الاول، ما احنا اهلاوي. الزمالك اقول زيزو. زيزو بالظبط كده، برافو علي. طبعا الاثنين دول هم مميزين وشكل قوي جدا. اسقف لنفسي. طبعا شوف. طبعا بس انا بقول لك يعني كلها برضو ما فيش اختلاف، يعني انت يعني احنا زمان كنا لما نقول لعيب بيبقى فيه لعيب مميز، لعيب كبيره جدا، اسامي كبيره جدا، اسامي مميزه، بس اللعيبه كلها دلوقتي بقت شكل واحد.